تتجول بومة بلاكستون البالغة على النهر قرب أعشاشها على مسافة قريبة تتيح مراقبة الفراخ. وهذا يمنح الفراخ الفرصة لمراقبة الخبراء والتعلم منهم. يمكن للكبيرة منها التحديق لمدة ساعات قبل شن الهجوم. وهي استراتيجية شديدة الفعالية. بعد انتظار دام طوال اليوم يلتهم الفرخ السمكة بنهم، ويطلب المزيد. والداه اللذان يتزاوجان مدى الحياة، يتناوبان على إطعامه أثناء الليل. حان الوقت ليصطاد الكبار بإخلاص. يحتاج إلى 4 سمكات في الليلة وفي كل ليلة ليكبر ويصبح قويا وينبت ريشه بعد 50 يوما. على الوالدين تغذية نفسيهما أيضا، وسيتابعان هذا حتى بزوغ الفجر. شريان حياة غابة سيهوت ألين هو أنهارها العذراء المخفية. تخفي هذه الممرات المائية المنعزلة أسرارا كثيرة، وبين الأشجار الكثيفة تختبئ أم متفانية أخرى لرعاية صغارها. أنثى الدب الأسود الآسيوي ترعى صغيرين مفعمين بالحيوية. تتسلق الأشجار وتوفر لها مخالبها التي تمتد 5 سنتيمترات قبضة قوية. يعتقد أن الدببة السوداء الآسيوية أصبحت متسلقة للأشجار بعد آلاف السنوات من اقتسام الغابة مع النمور. واليوم قلة عدد النمور قللت التهديدات، لكن الدببة لم تخرج من الغابات بعد، فقد انخفض عددها في أنحاء العالم بنسبة تفوق 49% في الأعوام 30 الماضية. يتم صيدها لأخذ مرارتها التي تستخدم في الطب الصيني. حين يقتل الكبار يصبح صغارهم الأيتام أهدافا سهلة للنمور والفهود. تمتد الغابة الفسيحة إلى الشرق باتجاه الساحل وصولا إلى حافة البحر. وهنا تأوي السواحل الصخرية سكانا مختلفين. تأقلم الغزال المرقط مع مشكلة بيئية غريبة. الضباب والأمطار والثلوج المستمرة تجرف مصادر المعادن في الغابة. ولتعزيز حميتها الغذائية تأتي إلى الشاطئ لتأكل الأعشاب البحرية المالحة. مع ترصد نمور آمور النادرة القاتلة في الغابة، فإن البحث عن مكان للاختباء أمر خطير. عليها البقاء متيقظة. الغزلان المرقطة لديها طرق متقنة للتواصل باستخدام الرائحة والوضعيات الجسدية وعشرة أصوات مختلفة.
مع وجود أكبر الحيوانات المفترسة على مقربة عليها توخي الحذر. سرب من النسور يدل على أن الموت قد وقع فعلا. بينما تتنازع ينسل شبح بين الصخور. من بين أكثر الحيوانات عرضة لخطر الانقراض في العالم، يعتقد أن عدد نمور آمور المتبقية في الطبيعة هو 400. إنها الأكبر والأثقل من بين الأنواع الفرعية الخمسة للنمور، ويصل وزنها إلى 350 كيلوغراما. على عكس النمور الهندية، فإن نمور آمور حيوانات ليلية في العادة، ويتطلب قضاء يوم على الشاطئ الحذر حتى بالنسبة إلى هذا المفترس الرئيسي. لا شك أنه جائع جدا ليصل إلى هنا. عادة ما يكون هذا العملاق الرشيق صيادا وليس قماما، لكنه لا يفوت فرصة سهلة. سبق أن مزقته النسور. يمكن أن يأكل حتى 40 كيلوغراما على الوجبة الواحدة، أي أكثر من عشر وزن جسده. لكنه متوتر في وضح النهار. الغربان تجذب الانتباه غير المرغوب فيه. ويتابع تناول طعامه بانزعاج متزايد. ثمة مشكلة ما. قد يكون السبب الكاميرا، رغم انها مخفية على بعد 800 متر. ليس هناك من يفترس نمور آمور في الطبيعة، باستثناء البشر الذين كادوا يسببون انقراضها. يتم صيد اكثر من 30 نمرا في روسيا سنويا بشكل غير قانوني لاخذ جلودها واستخدامها في الطب الصيني. زيادة تقطيع الاشجار والزراعة يهدد موطنها، وليس من المفاجئ أن تكون خجولة وانعزالية. التخلي عن غذاء مجاني ليس أمرا سهلا، خاصة لمصلحة الغربان. يمكنه التغلب على دب كامل النضوج، لكن المفترس الخبير يتسلل مبتعدا بتردد. على بعد 250 كيلومترا عن الشاطئ، عند الحدود بين أوسريلاند والصين، تتغير طبيعة المنطقة. تترك الأنهار الغابات وتسيل في المستنقعات المكشوفة. بحيرة هانكا، أكبر بحيرة للمياه العذبة في شرق آسيا، تمتد على مساحة 4000 كيلومتر مربع. زهرة اللوتس الكوموروف النادرة، وأكثر من 340 نوعا من الطيور تستوطن هذه المنطقة. تضررت هذه البحيرة بالتلوث الزراعي يوما ما، لكن انهيار الاتحاد السوفيتي أدى إلى تقليل أثر التلوث على البحيرة وانتعاشها. يبحث طائر مالك الحزين حاد البصر عن الأسماك. بوجود أكثر من 70 نوعا من الأسماك التي يمكنه الاختيار منها، لن يصيبه الجوع. تخفي المياه أسماكا تصل أوزانها إلى 600 كيلوغرام، وهذا كثير على طائر مالك الحزين، لكن مخلوقا آخر يترصد أسفل السطح. وهو يستهدف هذا الطائر. هذه السلحفاة الغريبة المقيمة في الأعماق بأنفها الذي تستخدمه كأنبوب تنفس هي السلحفاة الصينية ذات الصدفة اللينة. بحيرة هانكا هي إحدى آخر مناطقها المتبقية في الطبيعة. تمر الحدود مع الصين عبر البحيرة،
وتعتبر هذه السلحفات هناك وجبة فاخرة ثمينة. بعد 7 أشهر من السبات في الطين تخرج لاستغلال فترة نمو تدوم 5 أشهر. وبالنسبة إلى سلحفات طموحة يعني ذلك الحمام الشمسي. عندما يحل الصيف في أوسريلاند يجلب مفاجأة الرياح الموسمية. من يوليو وحتى سبتمبر تهطل على غابة سيهوت ألين أمطار يصل معدلها إلى متر. غالبا ما يكون الطقس خطيرا كالحيوانات المفترسة، ففرخ البوم غارق في المياه. امتلأ مخبأه في الشجرة المجوفة بالمياه وأصبح بلا مأوى. الرفرفة بجناحيه تساعده على تجفيف ريشه ونفضه. ويختبئ تحت أوراق الأشجار بانتظار توقف الأمطار. تواجه الطيور الصغيرة خطر الموت بسبب انخفاض درجة الحرارة قبل أن يتكون ريشها بالكامل. لا تثير الأمطار قلق الدب الآسيوي البني. يتجاهل هذان الزوجان الطقس ويركزان على تناول الطعام. وعلى خلاف الدببة الروسية الأخرى التي تعتمد على سمك السلمون الموسمي، الدببة الآسيوية نباتية في الغالب. تتغذى عادة على الفواكه والجذور، لكن يعرف عنها أنها تأكل أي شيء حتى الحشرات والثدييات والجيف. وإن نقص غذاؤها تحصل على العناصر الغذائية عن طريق تقشير لحاء الأشجار. في أوقات الوفرة والثراء عليها قضاء معظم ساعات اليقظة في التغذي، وتمضي الصيف في تخزين الدهون ليكفيها في أوقات السبات العصيبة. بعد الأمطار تسيل المياه من التلال، تتحول الجداول الصغيرة إلى أنهار جامحة، وتتساقط الأشجار كأحجار الدومينو. أشجار الحور والدردار الضخمة تنجرف مع التيار القوي وتترك حين تتراجع المياه. سقط حطام العاصفة حول عش البوم. تغيرت الحديقة الأمامية لمنزل بوم بلاكستون آكل الأسماك، لكنه جف الآن وأصبح مستعدا للاستكشاف. مع اقترابه من إنبات الريش عليه إتقان استخدام مخالبه الهائلة وجناحيه القويين. تعلم أيضا هندمة ريشه، وهذا ضروري للحيلولة دون تكتله بعد الأمطار. مع بلوغه الأسبوع السادس من العمر أصبح طوله نصف متر، وسيزداد طوله 20 سنتيمترا أخرى حين يصل للبلوغ. مع هبوط الليل تمتلئ الغابة بأناشيد من نداءات التزاوج، لكن القصص الرومانسية لهذه الليلة ستكون قصيرة للبعض.
بالنسبة إلى عائلة البوم فإن نداءات الضفادع بمثابة جرس العشاء. في نهاية شهر إبريل تملأ الصيحات الأجواء منذ الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل. حتى البومة تسأم من الأسماك. وليست الوحيدة التي تجتذبها صيحات الضفادع. إنه كلب الراكون، وهو صياد صغير طوله 50 سنتيمترا. وفي الأعلى تبدأ الوليمة. بينما تراقب عائلة البوم من مسكنها العالي، يبحث كلب الراكون عن عشائه. قدرته على الرؤية ضعيفة ويعتمد على أنفه الحساس. أما الفرخ فهو ينتظر والديه ليحضرا له طعامه. مئات الروافد والجداول التي لا اسم لها في الغابة تزود 23 نهرا بالمياه، وتغمر منطقة تصريف تصل مساحتها إلى 17,000 كيلومتر مربع. تتجه المياه من هنا إلى بحيرة هانكا ومستنقعاتها. تهب الرياح العاتية فوق حوض البحيرة الرحب وتهيج الأمواج. طيور النورس تشعر بأنها في موطنها. حين تضرب الأمواج الحافة الغربية تندفع فوق الضفاف الرملية. تتشكل البحيرات الضحلة وسرعان ما تظهر الآثار. بعد العاصفة تأتي السلاحف الصينية لتفقد الأوضاع. حين تشكلت البحيرات الضحلة احتجزت آلاف الأسماك الصغيرة، وهذا من سوء حظ الأسماك، لكنه منجم ثراء للآخرين. ومع وفرة الأسماك تستطيع السلاحف الاختيار بحرية. تأكل الرأس فقط لاحتوائه الدماغ الغنية بالطاقة. لكن الأسماك لديها مصدر قلق أكبر من السلاحف آكلة الأدمغة. عليها أيضا الاحتراس من سمكة رأس الأفعى النهمة. هذه الأسماك المفترسة ليست محتجزة في البحيرة الضحلة، فهي قادرة على تنفس الهواء، لذا تعتبر البحيرات الضحلة بوفيها للوجبات المفتوحة. البحيرات الضحلة مليئة بالأسماك الصغيرة المتعبة. أخطأت السمكة ضربتها، لكن لا بأس، فالسمكة التي تتنفس الهواء تستطيع شق طريقها إلى المياه بسهولة. بعد أن تشعر السلاحف بالشبع تعود إلى المياه الآمنة الأكثر عمقا لقضاء الليل. رغم أن مفترسي الكبيرة منها قليلون، إلا أنها تبحث عن الأمان بالغريزة. عند
الساحل الغربي تتغير الأرض من جديد. على بعد 230 كيلومترا تقع خلجان أرخبيلي ريمسكي كورسيكوف التي تشبه البحر الأبيض المتوسط. تشكل أشجار الصنوبر الجزء الأخير من الغابة الروسية فيما تندمج المنحدرات مع البحر. تكون أمواج تشوتشيما الدافئة القادمة من بحر اليابان أحد أعمق أسرار روسيا، وهو أشبه بعالم استوائي تحت المياه. المياه المنعشة تشبه تيار الخليج، وتشكل أعشاب البحر والطحالب غابات مصغرة. هنا يختبئ المفترس وضحيته في أماكن واضحة. في هذا العالم التمويه هو سر البقاء. الأخطبوط متغير الألوان هو البطل المتوج في لعبة الاختباء، لكن حديقة الأخطبوط الهادئة هذه تخفي جنة قاسية. هنا تدب الحياة في الصخور لتصبح خطيرة. لا أحد يتورط مع سمكة الينفوخ اليابانية، فهي تحمل أحد أكثر السموم فتكا في عالم الحيوانات. يقدم الطهاة اليابانيون هذه الأسماك المنتفخة، ولكن بعد عامين من التدريب والخضوع لاختبار صعب لطهيها بشكل آمن. تتحد حيوانات أقل افتراسا مع بعضها البعض. نجم البحر يمزق بلح البحر ويمتص لحمه ويتلقى المرجان البقايا بلباقة. يصطاد السلطعون الناسك تحت صدفته الواقية، فيما يجوب خيار البحر العجيب الأعماق ليل نهار. في بحيرات هانكا الضحلة يجلب الصباح الباكر دورية الفجر. كلب راكون يبحث عن وجبة على الضفاف الرملية. تضع السلاحف الصينية ذات الصدفة اللينة البيض لغاية 5 مرات في السنة، ويصل عددها إلى 30 في كل مرة. قد تصل أعداد البيض المخفي هنا إلى الآلاف، وما عليه إلا أن يجدها. ليس سريعا في الصيد كالكلاب الأخرى، ولكن قدرته الكبيرة على الشم تجعله يبحث عن الطعام بلا كلل. يملك أنفا قويا ولكن رؤيته ضعيفة، لذا فهو يجفل بسهولة. لكن جهوده آتت ثمارها أخيرا. عليه الاعتماد على إيجاد قطع الطعام الصغيرة، لذا فهو يمضي ساعات في البحث عنها. تؤوي البحيرة أكبر عدد من السلاحف التي تتكاثر في أقصى الشرق الروسي، والفراخ التي تنجو من الغرق أو الافتراس تندفع مسرعة إلى المياه. تتوالى المصاعب في حياة هذه السلاحف الصغيرة، يعتبر مجرد الوصول إلى الشاطئ تحديا. توفر البحيرات الضحلة لها بعض الأمان، إلا أن أقاربها يفترسون أبناء جنسهم.
يختبئ بعضها على امتداد الساحل وتطفو أخرى كأوراق الأشجار، ثم تذهب للاختباء في أحواض اللوتس. بوزنها البالغ بضعة جرامات تنهمك بالتهام الطحالب والاستلقاء تحت الشمس كالسلاحف البالغة. لكن مفترسيها يترصدون لها في أحواض اللوتس أيضا. تأتي سمكة رأس الأفعى بحثا عن الفرائس، أما السلحفاة فتستمتع بوليمتها وهي غافلة عن الخطر. نقطة لصالح السلحفاة ولا شيء لسمكة رأس الأفعى. مع انقضاء الصيف تعلن بحيرة هانكا عن المناسبة بمشهد رائع وجميل. قضت ذبابات مايو ما يقارب السنة على قاع البحيرة لتتغذى على الطحالب وهي في طور الحوريات وستتحول الآن. لمدة 20 دقيقة قبل الغروب وبعده يبدأ البالغون الذين نمت لهم الأجنحة الانطلاق من البحيرة للتزاوج بالآلاف ثم بالملايين. في غضون 24 ساعة فقط تتزاوج وتضع بيضها على سطح المياه ثم تموت. حتى أنها لا تتوقف لتأكل بل تتحول إلى وليمة للآخرين، ثم سيعم الهدوء حتى لحظة المجد الوجيزة في العام المقبل. يبدأ فصل الخريف القصير في أوسوريلاند. في التلال المليئة بالأشجار في غابة سيهوت ألين يتحول لون الأشجار إلى اللون الذهبي. الوقت قصير بالنسبة إلى الحيوانات وعليها إيجاد الطعام والمأوى قبل بدء تساقط الثلوج. يستغل غزال المسك النادر أوراق الأشجار المتبقية قبل أن يغلفها الغطاء الأبيض. تنمو للذكور أنياب قصيرة وليس قرونا بارزة. يعيش صغيرات الدب الأسود الآسيوي خريفهما الأول، لكن لا أثر لوالدتهما. يحول الصيد غير القانوني حوالي 20 دبا إلى أيتام في أوسوريلاند في كل عام. عادة يبقى الصغار مع الأم لمدة 2 أو 3، وبدون توجيهاتها قد يكون فصل الشتاء هذا الأول والأخير بالنسبة إليهما. ازداد وزنيهما في الصيف على الأقل، فوزن صغار الدببة يزداد بمقدار 10 أضعاف في الأشهر 3 الأولى، وهذا ضروري للبقاء طوال الشتاء. أما الآن فهما يفضلان اللهو. يدخل الكثير منها في سبات طوال الشتاء ويثبت بعضها في الأوقات الأسوأ فقط. تبني أوكارها على الأرض باستخدام الأغصان وأوراق النباتات. على الأقل قدم أحدهما الفكرة الصحيحة. لكن أخاه يبدو جاهلا. عليه التصرف بحكمة قريبا لأن الوقت يدركه.
اقترب فصل الشتاء وبدون وكر آمن يأوي إليه فرصه في البقاء ضعيفة. عند البحيرة ذبلت حقول اللوتس. ستكون المياه مخزنا باردا لمدة 7 أشهر حين يغلفها الشتاء بغطائه البارد. بدأ الصقيع يغلف القصب فعليا. يبحث طائر منقار الببغاء الرشيق عن الحشرات التي تختبئ في داخل السيقان. هذه الحشرات ستقوي الطائر في الشهور العصيبة. بحلول شهر نوفمبر يصل الشتاء بكامل قوته. تتحول الممرات المائية في الغابة إلى أغطية زجاجية لامعة. وأسفلها تصبح الحياة هادئة. تستطيع الأسماك الصغيرة البقاء إن احتوت المياه كمية كافية من الأكسجين. تقوم بعض الضفادع والعلاجم بضخ الدماء إلى الجلد وتمتص الأكسجين من المياه. تصبح نبضات القلب بطيئة وقد تتوقف مع انخفاض الحرارة. ومن لم يكتمل نموها في الوقت المناسب تفقد فرصتها. آخر مكان يصل إليه تأثير الشتاء القاسي هو الساحل، وتتراكم الثلوج ببطء على حوافه. سيصمد بط هاركوين هنا في الشتاء.